اغرب كائن يمكن لك تشوفه او تسمع عليه؟ هذا الكائن اللي قدامك سميته عفريت الماء، وهذا الكائن يقدر يدير شي حاجه اللي غريبه بزاف، انه يجدد اجزاء الجسم ديالو. مثلا الا جبتي مقص وقطعتي ليه يديه، في خلال اسبوع غادي تلاحظ ان يدي رجعات كيف ما كانت، حتى لو تقاس اي ناحيه من الجسم ديالو في اقل من ساعه الجرح غادي يبرى بحال ما وقع ليه حتى شي حاجه. والغريب انه يقدر يجدد اي جزء من الجسم ديالو، مثلا يقدر يجدد رجليه او يديه وحتى النخاع الشوكي ديالو وحتى القلب والرئه وحتى الاجزاء من الدماغ ديالو. والاغرب في هادشي كله انه يقدر يجدد حتى 5 مرات الاجزاء ديال الجسم ديالو. تخيل لو كنتي بحالو تقدر تجدد شي حاجه في الجسم ديالك، قولينا في شي كومونتير شنو تقدر تجدد، وما تنساش شي جيم وشي اشتراك. تهلاو.